سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم وصفة جديدة فيها غادي نقدم لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم الكوتليت مشوي في الكوكوط. كيجي من ألذ وأروع ما يكون، وكيجي سريع جدا بلا فحم بلا فخر بلا شوا بلا مشوات، كيجي تري رابيد. غنستعملوا فيه بطبيعة الحال القليل من الكوتليت على حسب الرغبة ديالكم، على حسب يعني الأفراد العائلة ديالكم. مباشرة من المجمد غير جبتو غنستعملوا، لأن هذاك الماء اللي كيكون فيه ملي كيتجمد كيساعدو على أنه كيتطهى، لأن ما عندوش فيه كمية ديال الماء كبيرة. ألوغ بالنسبة للتوابل فهما بسيط جدا، ألوغ قلنا الكتلة على حسب الكمية على حسب عدد الأفراد الأشخاص. عندي هنايا واحد معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الملحة وكتبقى على حسب الرغبة، وربع معلقة حتى نص معلقة ديال البزار. وعندي هنايا نص كاس ديال الماء صغير، درت فيه بعض شعيرات ديال الزعفران شعرة باش كيجي منسم على الطيبة ديال الشوا اللي كيتكال في الأعراس في الحفلات، هذاك الشوا اللي كيحطو في المناسبات. إذا كنعاود الكتلة على حساب الكمية ديال الرغبة، يعني على حساب عدد الأفراد الأشخاص، عدد على حساب عدد الافراد او عدد الاشخاص اللي عندكم. قليل من الابزار، قليل من الملح، قليل من الكمون، وايضا عندنا الماء مع شويه ديال الشعيرات ديال الزعفران كيطيب في الكوكوط. الو مباشره وبدون انني نتعطل عليكم، كناخذ الكوكوط، كنوضع اللحم ديالي في الكوكوط. كيف كتشوف معايا مباشره كنوضع اللحم ديالي في الكوكوط من بعد ما دهنتها ملعقه صغيره من الزبده، وتتبقى هذه العمليه اختياريه، ما بغيتوش ممكن تفادوها. كنضيف هذاك الكاس ديال الزعفران، عفوا ماشي كاس، نصف كاس ديال الزعفران، وكنضيف التوابل كلهما مرحله واحده، وكنخلط بحال هكا. شوفوا بهذه الطريقه هذه. ثم غادي نديرو دابا فوق البوطه ديالي على نار مهيله على شمعه كما كتشوفوا. غادي ناخذ دابا هاد الكوتليت ديالي، نشعل عليه على نار مهيله ونخليه ما بين 30 حتى 45 دقيقه، وكل مره ناخذ الكوكوط ديالي ونحركها بحال هذا الشكل هذا باش طبيعه الحال باش ما يتلصقليش اللحم. بطبيعة الحال هاد اللحمة ديالي غادي نرافقها بشوية ديال الخضرة مبخرة. هنا عندي شوية ديال البطاطا، شوية ديال الخيزو، شوية ديال اللوبيا خضراء أو اللوبيا شعرة. دونك غادي ناخد هاد الخضر ديالي من بعد ما غسلتها ونقيتها، كندير لها شوية ديال الملحة وشوية البزار، مكنعملهاش الكمون، كنعملها شوية ديال الملحة وشوية البزار. وغادي نعملها دابا في الآلة ديال التبخار، أو تقدرو ديروها في الكسكاس ماشي مشكل. من بعد ما كتبخر وكيطيب ليا اللحمة كنرافقو مجموعين مع شوية ديال الروز مسلوق منسم فقط بشويه ديال القرفه. غادي ندير هذا الشيء طيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي لهذه الوصفه السريعه جدا ولكن صحيه ولذيذه. البنات هذا هو الطبق، الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي هو الكوتليت مشوي في الكوكوط، كيجي من اروع ما يكون. كيف كتشوفوا هنايا قدمته مرفوق بقليل من الخضر، شويه ديال الخضره مبخره، وايضا شويه ديال الرز، ما عرفتش كيبان لكم هنا ولا ما كيبان لكمش. ها انتما شوفوا كيفاش كيجي، كيجي غزال البنات، مشوي بواحد الطريقه رائعه جدا وفتيه ومحمر بزاف. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ينال الاعجاب ديالكم الطبق ديال اليوم وتجربوه في البيوت ديالكم. ويلا عجبكم كيف العاده ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك في القناه بالضغط على الزر المربع، صابوني سبسكرايب، ايضا تبارطاجوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك تويتر، وانا في انتظار تعليقاتكم، في انتظار اقتراحاتكم. ما تنساوش ديروا مع شويه ديال الرز هكا يكون مبخر حتى هو مع عويد ديال القرفه ومع زغيبات ديال شعيرات ديال الزعفران، كيجي طبق هائل البنات. كنقدموه مرفوق بطبيعه الحال مع شويه ديال الكمون وشويه ديال السودانية والمليحة، كل واحد على حساب الذوق ديالو. بصحتكم وراحتكم.